الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. وبعد، أتكلم في هذا اليوم بإذن الله عز وجل عن تتمة الحديث في ما يتعلق بأحكام الحج، وما يتعلق بواجبات الحج وتأثير الجائحة عليها. فأقول بفضل الله جل وعلا وإحسانه، يمكن العبد من أداء هذا النسك العظيم الذي تهفو نفوس جميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها لأدائه وإكماله. ولذا فعل الإنسان أن يستعد لأداء هذا النسك متى تيسر له فرصة الحج لبيت الله الحرام. وأؤكد هنا على 3 أمور مهمة. أولها الاستعداد للحج بكافة الاستعدادات، ومن ذلك أخذ التطعيمات قبل الحج، فكل إجراء يكون نافعا مؤيدا فإن العبد يتخذه قبل أن يسلك طريق الحج ليكون مستعدا لأداء هذا النسك. ومن ذلك أن يتخذ الإنسان وأن يلتزم بإحضار كل الأدوات التي قد يكون لها تأثيرها فيما يتعلق بحماية الإنسان من أن يصاب بالأوبئة والأمراض العامة. ومن ذلك أخذ الإنسان للكمامات الوفيرة التي تصحبه أثناء أداء النسك. ومن ذلك أخذ الإنسان الأمور التي يترتب عليها التعقيم. ومن ذلك أيضا استفادة الإنسان من الجهات الطبية فيما يتعلق بالمعلومات الصحية التي يجب على الإنسان أن يلتزمها. فهذا القسم متعلق بالإجراءات التي تكون قبل دخول الإنسان في النسك. والأمر الثاني التزام الحاج بالاحترازات الطبية التي عليه أن يتخذها وأن يلتزم بها في أثناء أدائه للنسك. من ذلك مثلا التزامه بإجراءات التباعد التي تكون بين الناس عند أداء هذا النسك. ومن ذلك أيضا التزام الحاج بالكمامات التي تقيه من أن يصل إليه رذاذ من مريض مصاب بهذا الوباء، وبالتالي يكون من أصيب بهذا المرض. ومن ذلك أيضا الالتزام بالإجراءات التي يترتب عليها طهارة الإنسان، سواء بتأكده في أموره المتعلقة بالطهارة، ومن ذلك في الوضوء والاغتسال وغسل اليدين والتأكد من نقاوتهما ونحو ذلك. وهكذا أيضا من الإجراءات التي على الإنسان أن يتخذها في هذا الأمر ما يتعلق بحرص الإنسان
على الالتزام بأي إجراءات طبية احترازية ترشد إليها الجهات ذات العلاقة، بحيث لا يتهاون في الالتزام بهذه الإجراءات ولا يجامل الناس والآخرين فيما يتعلق بهذا الأمر. ومما يتعلق بهذا اجتناب المصافحة ما استطاع الإنسان إلى ذلك سبيلا، وهكذا أيضا البعد عن التجمعات ومواطن اجتماعي الناس، بحيث يكون بين الشخص وبين الآخرين مسافة كافية في جميع إجراءات الحج. ومن ذلك مثلا مقعد الإنسان في سيارة التنقل، ومن ذلك ما يتعلق بإجراءات الحلاقة والتقصير، بحيث يضمن الإنسان أنه قد كان هناك تعقيم للأدوات المتعلقة بهذا الأمر. وهكذا أيضا فيما يتعلق بجميع الإجراءات الاحترازية التي تصدرها الجهات ذات العلاقة. أما المنح الثالث والإجراء الثالث، إذن الأول قبل دخول الإنسان في النسك، والثاني فيما يتعلق بالإجراءات الاحترازية أثناء دخول الإنسان في أداء النسك، وأما الأمر الثالث فهو متعلق بكيفية تفادي المرض عند وقوعه، وكيفية التزام الإنسان بالإجراءات الطبية المتعلقة بالإصابة. ومن ذلك مثلا الحرص على أخذ الفحص المتعلق بهذه الأوبئة ما بين وقت وآخر، ومن ذلك أيضا مراجعة الجهات الطبية مباشرة بمجرد إحساس الإنسان بأي أمر متعلق بهذا الوباء. ومن ذلك أيضا ما يتعلق بتعهد الإنسان لأخذ درجة الحرارة في المواطن التي يمكن أخذ درجة الحرارة فيها، ومن ذلك أيضا تفقد حالة الإنسان الصحية والتنبه لكل عارض قد يعرض للإنسان، سواء من سعال أو من حرارة أو من أي مظهر من مظاهر الإصابة بهذا الوباء. فهذه الأمور الثلاثة لابد من التأكيد عليها بالنسبة للحجيج. إذا تقرر هذا الأمر فلعلي إن شاء الله أنا أتكلم عما يتعلق بمسألة فقهية مشهورة، وهي مسألة طواف الحامل والمحمول، وحيث إن الفقهاء لهم توجهات فيما إذا حمل شخص آخر في الطواف، فهل الطواف يكون للمحمول كما قال الأكثر، أو يكون للحامل، أو يكون لهما جميعا. والأظهر في ذلك هو أن الطواف قد ثبت للاثنين معا، فإنهما جميعا قد طوافا بالبيت. وهذه المسألة يندر وقوعها اليوم، وذلك لأن من يعجز عن الحركة أو المشي فالغالب أن يوضع في عربانة يتم دفها إما من حج آخر أو من أولئك الذين يتطوعون بأداء الطواف وبأداء هذا العمل الجليل من دفع الطائفين. وبالتالي فهذه المسألة قل
ورودها على الناس. ومن الأمور المتعلقة بهذا أن الحاج يحسن به أن يجتنب الإجهاد ما استطاع إلى ذلك سبيلا، ذلك لأن البدن متى كان متعبا مجهدا فإنه يضعف عن مقاومة ما يرد إليه من الأمراض والأوبئة، وبالتالي متى كان البدن قويا مرتاحا فإن قدرة على مقاومة ما قد يرد إليه من مكروبات أو من فيروسات أقوى. ولذلك فالوصية للجميع بأن يختاروا أوقاتا لراحتهم، وأن يعنوا بجانب راحة البدن. ومن ذلك أن يجتنب الإنسان أداء المناسك في أوقات الازدحام وأوقات كثرة الناس، لئلا يكون ذلك سببا في إجهاد البدن. وبالتالي يعلم بأن من مقاصد الشريعة أداء النسك بدون أن يكون هناك تعب، فظن بعض الناس أن التعب من المكلف مقصود للشارع، هذا ظن خاطئ، فالمقصود الشارع أن يؤدي الإنسان أعماله المطلوبة منه شرعا، وأما الجهد والتعب فليست مقصودة لذاتها. ومن هنا مثلا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم في الحج لم يحج على قدميه، مع كون ذلك من الأمور التي تجهد البدن، وإنما حج على وسيلة التنقل الموجودة في زمانهم، ألا وهي الركوب على الإبل. ومن ثم فإن الحج ماشيا ليس من الأمور المستحسنة إلا إذا كان ذلك أيسر على الحاج وأسهل له، وأما المشي لذاته فإنه ليس مقصودا للشارع. وهكذا من الأمور المتعلقة بهذا أن الوقوف في مواطن الشمس ليس من الأمور المقصودة للشارع، فمثلا عندما يذهب الإنسان إلى عرفة تجد أن بعضهم يذهب إلى الجبل ويصعد عليه، وهذا ليس من الأمور المقصودة للشارع، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصعد الجبل، وإنما بقي يدعو الله جل وعلا في عرفة خلف الجبل عند الصخرات ولم يصعد الجبل. وبالتالي فإن كثرة ذهاب الإنسان وتنقله في تلك المواطن ليس من الأمور المستحسنة إلا إذا كان سيترتب عليه أن يؤدي الإنسان شيئا من المناسك. ولهذا فإن من الأمور التي تهون على الحاج وتيسر له أن يبحث عن الرخص الشرعية المتعلقة بأدائه للنسك، وليس المراد هنا أن يبحث من أقوال الفقهاء ما يتناسب مع رغبته وهواه، وإنما المقصود أن يبحث الإنسان عن المواطن التي ورد فيها آيات أو أحاديث تثبت رخصة في بعض مواطن المناسك. والبحث عن ذلك يعد من الأمور المستحسنة، وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى عزائمه. ومن هذا المنطلق فعلى الإنسان أن يختار من الأوقات التي يؤدي فيها النسك ما يكون أسهل عليه وأيسر لأدائه لتلك الأعمال، فمثلا يختار في الرمي الوقت الذي يخف الناس فيه،
وهكذا يختار للطواف الوقت الذي يقل فيه أداء الناس لهذه الأعمال. في الطواف إذا كثر الناس فإن دوائرهم حول البيت ستبتعد وستكثر هذه الدوائر، وكلما كثرت هذه الدوائر سيترتب عليه أن الدوائر الأبعد ستكون أكثر مسافة في المشي مما قد يجهد الإنسان ويلحق به التعب، وبالتالي يضعف بدنه. ومن الأمور التي نؤكد عليها في هذا أيضا فيما يتعلق بالنظر في بعض الأفعال التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم لا على جهة القصد لها، وإنما فعلها توافقا بدون أن يقصدها. فمثلا الأبواب التي دخل معها النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد، مسجد الكعبة، ليست مقصودة لذاتها، وإنما دخلها النبي صلى الله عليه وسلم على جهة المصادفة أو لكونها وقعت في طريقه. وهكذا بالنسبة للدخول إلى مكة والخروج منها، فإننا نجد أن بعض الفقهاء يقرر استحباب أن يدخل الإنسان مكة من حيث دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يخرج من حيث خرج، وهذا أمر مخالف للسنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد تلك المواطن لذاتها، وإنما وقعت اتفاقا في طريقه. ولذا نقول من تعبد لله بفعلها فإنه لم يوافق النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه وإن وافق في الصورة الظاهرة إلا أنه لم يوافق في الأمر الباطن من النيات، والموافقة في الأمر الباطن أهم من الموافقة في الأمر الظاهر مع مخالفة الباطن. ومن ذلك مثلا في رمي الجمار، فإن بعض الفقهاء ينص على استحباب أن يكون الرمي من جهة معينة، فيرمي الصورة من المكان الفلاني ويرمي الوسطى من المكان الفلاني، لكون النبي صلى الله عليه وسلم قد رمى الجمار من تلك المواطن. وهذا يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه إنما رمى الجمرات من هذه المواطن لكونها أسهل له. فمن ثم نقول بأن السنة أن يختار الإنسان الأسهل عند رمي الجمار، وليست السنة في هذا أن يرمي من نفس الموطن الذي رمى منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالتالي نعلم أن الإنسان ينبغي به أن يتحرى البعد عن مواطن الزحام، وأن يتحرى البعد عن المواطن التي فيها إجهاد للنفس، وأن يتحرى أيضا ترك الحركة الكثيرة والعمل الكثير كالتنقل في الأسواق والانتقال من في مواطن المشاعر، فإن ذلك مما قد يرهق بدن الحاج. ومن الأمور المتعلقة بهذا أننا نجد أن بعض الناس يحرص على الذهاب إلى المساجد الكبيرة في المشاعر كمسجد نمرة ومسجد المشعر ومسجد الخيف، ويحصل من ذلك إجهاد كبير للنفس بالذهاب والإياب والمخالطة، وبالتالي قد تكون سببا لانتقال الأمراض، وقد تكون سببا لحصول التعب والإجهاد المضعف للبدن. انتهى حديثنا في هذا اليوم، بارك الله فيكم ووفقكم الله للخير، وتقبل الله من الحجيج حجهم ويسر لهم أمرهم، كما أسأل الله جل وعلا أن يبارك في ولاة أمورنا وأن يجزيهم خير الجزاء. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين.